صدقتي بالله يا حبيبتي. مش قادرة أصدق إن بابا مات يا ماما. حسب أنا هسمعه بإنده عليا دلوقتي. ادعيله ادعيله يا حبيبتي، ربنا يرحمه ويغفر له. هو حاسس بيه. مش قادرة أصدق إن ياسين يعمل كده. بس هيجي له قلب يقتل أبوه. لا ما تقوليش كده. ياسين مستحيل يعمل كده. اوعي تقولي كده تاني. الموضوع ده في إمتى؟ أنا متأكدة إن ياسين مظلوم. رؤية يلا عشان تاكلي، أنت على لحم بطنك من الصبح. مش قادرة مش قادرة يا ماما. لا لازم تقدري، مفيش حاجة اسمها مش قادرة. أنت بتاخدي أدوية تقيلة. مش قادرة. أنا مبقاش عندي غيرك. أبوكي راح، أخوكي الكبير كمان راح، والصغير في المستشفى مش عارفين هيحصل له إيه بعد ما ياسين هرب. يا رب. إحنا في الدليل. دي حكمة ربنا، لازم نقبل ونرضى. جايز يكون ربنا عايز يقول لنا حاجة، ويمكن يكون بيحمينا من حاجة احنا ما نعرفهاش. قولي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ياسين احنا امتى نروح البيت؟ انا جوعت وعايزه انام. حاضر يا حبيبتي، هشوف دلوقتي اوتيل نقعد فيه. باشا معاك ولاعه؟ لا والله معيش ولاعه. طب ما تقف يا عم بنكلموه. اهدى بس، اهدى. طيب اهدى عشان معايا البنت. كده طب اهدى اهدى. بص انا دي كل الفلوس اللي معايا، خدهم وسيب لي بس منهم 100 جنيه. ايه نسيب لك 100 جنيه؟ لا احنا هناخدوا الفلوس كلها ونسيبوكوا تمشي انت والكتكوته دي. مش بنتك دي ولا ايه؟ خلاص يا سيدي خدهم، حلال عليك، اتكل على الله. تمام، سلام يا نجم. حبيبة فاكر الراجل اللي رحنا له سألناه على العمارة؟ روح اقعدي عندنا 5 دقايق وهيجي لك. لا بس منيش لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا 5 دقايق وهيجي لك على طول، مش هتأخر. ماشي يلا خلي بالك. ها طلع الفلوس، خدها الغزال وطلع. معلش الفلوس بقولها مع الولا، خدها وجري. والله من كل اللي معايا وبعدين يا حبيبتي عملت ايه؟ الله اهو بابا جه اهو. انا كنت خايفه قوي. ليه بس يا حبيبتي؟ مش انا سايب وحشه ولا ايه؟ انا قصدي كنت خايفه عليك انت. خافيش عليا. المهم جبت فلوس؟ يعني مش كلها، بس تعالي بقى عشان نشوف هناكل ايه. يلا بينا. تشكر يا حاج، تعبناك معانا. عليه يا ابني، ولا تعب ولا حاجه. السلام عليكم. ربنا يخليها لك يا ابني. يا رب. مع السلامه يا حبيبي. ايه انت خارج؟ انت عايز مني حاجه؟ لا ما استغناش، بس كنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض في شغلنا ونشوف هنعمل ايه بعد اخويا الله يرحمه. مشغلش بالك انت يا عمي بالحاجات دي، انا بس دماغي تروق من موضوع ياسين وهشوف انا هعمل ايه. طب ما تقول لي يا ابني ونقعد مع بعض ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. لو احتجت مساعده منك هقول لك. تشوف يا ابن اخويا، وقت ما تحتاجني هتلاقيني.
كويس ان انتوا الاثنين هنا، عايز اتكلم معاكم. اتعب يعني، لو الموضوع مش مهم قوي يا ريت ناجله شويه. لا مهم، حبايب عمك كتير بيسالوا على ميعاد العزم. مرات عمك عندها حق، ناس كتير قوي ما حضروش الدفن وبيسالوني على ميعاد العزم. وانا قلت ما فيش عزا غير لما ناخد بطاره. ناخد بطاره من مين؟ من اللي قتله، من ياسين. ياسين دلوقتي فارق مصيره في ايد الحكومه، افرض فضل هربان ملقيناهوش هنعمل ايه؟ لو الحكومه ما عرفتش تجيبه انا هعرف اجيبه. تلاقيش مرات عمي، ان شاء الله نعمل العزا قريب. معلش عشان عندي مشوار ضروري وعايز اقفل المكتب بالمفتاح عشان في ورق مهم. هم انا عارف. شكلك تعبانة أوي. أنا مش تعبانة، أنا حزينة يا عبد الحميد. حزني ما جربتوش قبل كده. عارف، حاسس بيكي والله. اللي حصل ده صعب، مفيش حد يقدر يستحمله. بس الحزن بيوجع القلب وما بيرجعش اللي راح عليلة. عشان خاطري خدي بالك من صحتك، احنا محتاجين لك. ولادك محتاجين لك. انا كمان محتاجاهم. بس هما فين؟ طمني، انا جنبك يا ليلى. ان شاء الله كل حاجه ترجع زي ما كانت. عدي بس الايام الصعبه ديت، بعد كده ايدي في ايدك ونقوم بالبيت من تاني. البيت بقى لعبة في ايد ابن اخوك. انا مش عارفة محمود كان بيفكر فيه وهو بيعمل كده. معلش، ربنا يرحمك يا محمود.